مرة تانية وحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الدورة الاستثنائية، الدورة المختلفة، الدورة 35. منورنا دلوقتي نجمات مصر الكبار اللي على طول موجودين معانا في أي حدث وطني فني ثقافي اللي مشرفينا ومشرفين كل المهرجانات في العالم. معايا ومعاكم النهاردة النجمة يسرى والنجمة ليلى علوي، أهلا بيكم ومنورين مهرجاننا، مهرجان بلدنا، مهرجان مصر. وكمان معانا المطرب الشاب اللي اكيد بصمته هتكون مختلفه، سامو زين. ازيك يا سامو؟ ربنا يخليك، ميرسي جدا جدا. طبعا يعني حاجه مشرفاني اكون هنا، بالذات ان اعمل ختام المهرجان. اكيد بالظبط، ويعني ربنا يسهل. طبعا مبسوط ان اكون معاكم ان شاء الله. لو تسمح لي ابتدي بليديز فيرست، وطبعا اتكلم مع نجومنا النهارده، وعايزه اعرف رد فعلكم النهارده بعد حفل الافتتاح. و بس كانت بتقول ان هي كانت بتعيط طول الوقت. لا مش انا لوحدي كنت بعيط، احنا كلنا كنا يعني ما بطلناش عياط. الصاله كلها كانت يعني في لحظه فيها جلل غير عادي. يسرى دوره مؤثره جدا، دوره جداً مختلفه، واللقطات اللي حصلت والحاجات اللي احنا شفناها، وفي ناس راحوا مننا بتشتاق انهم يكونوا معانا في اللحظه دي، عشان كانوا هيقودوا حاجات كتيره جدا، وكانوا يعني زي يوسف شاهين، زي اساتذه عمالقه كبار جدا. اللحظه دي فكرتني يا ليلى بينا امبارح واحنا داخلين التحرير. اه والله عندك حق، احنا عايزين نطمن عليكم. امبارح احنا في ميدان التحرير اشاعات عاديه، بص بقى كلام كتير قوي 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 واشاعات كتيره جدا. ايه اللي حصل بقى بالظبط؟ انا مش يعني بص اللي حصل بالظبط ان احنا رحنا ودخلنا وقفنا في التريانجل بتاعنا وكانت الدنيا كويسه، بس جه حد زميل. الحقيقه انا مش كتر الزحمه مش فاكرين مين، احنا كنا كانت زحمه قوي 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 كلها. وبعدين عمري ما يعني مش هنسى اللحظه اللي اول ما اخذوا بالهم مننا انا وليلى، كانوا بيقولوا تحيا مصر، يسرى ليلى تحيا مصر، بقينا نقول معاهم. فدي لحظه من اعظم ما يمكن، مش قادره احكي لكم جمالها. طبعا ان في محاوله اغتيال شخصيات عامه، ده وارد في كل الاماكن، وده اللي بيحصل معنويا. طبعا اغتيالنا معنويا، بمعنى انك انت كل شويه لو في حاجه ايجابيه بتحصل لينا تبص تلاقي حاجه سلبيه طلعت في ثانيه تتقال علينا، وكلها ما بتبقاش صح. فأرجوكوا يا جماعة ما تصدقوش الكلام اللي بيتكتب ولا في النت ولا في التويتر ولا في الحاجات دي، صدقوا الحقيقة. طمنونا عليكي ليلى علوي، تمام كويسة يعني كل حاجة؟ تفتكري مش عارفة، متهيالي الصورة أكتر من الكلام أو الحقيقة الصورة أكتر بتتكلم. من الكلام. الحمد لله احنا كويسين جدا. انا بشكر كل زملائي من النقابة ومن الإعلام، وبشكر ولاد بلدي وجمهوري اللي حوطوني واللي سندوني واللي ركبوني عربية واللي مشوا ورايا بموتوسيكل، اللي ماشيين ورانا بجد. يعني انا عايزه اقول لك كان من اعظم، بصي شعور غير طبيعي. احساسكم ايه كان؟ نعم احساسكم انتوا شخصيا ايه؟ بص احنا انا عايزه اقول لك حاجه. يعني انا كنا رايحين انا ويسرى مع ال الوفد الفني طبعا، المبدعين والسينمائيين والفنانين من الاوبرا. وبعدين انا لقيت ابني بيقول لي انا عايز اجي معاكي. الحقيقه انا ما عرضتش عليه، وانا نزلت التحرير قبل كده، هو ما نزلش. فقلت الواد كبر وايه الجدعانه دي؟ طب يلا يعني ايه، ما خفتيش؟ ما خفتش، شجعتيش؟ عمري ما خفت وانا نازله ميدان التحرير، ولا عمري هخاف وانا ماشيه بمد خطوه وحدي في اي حاره او في اي شارع في بلدي. انا في بلدي، انا عايزه اقول لك ولاد بلدنا من اهل بلدي كلهم بيحبوني وبيحترموني وبيقدروني، انا اختهم وامهم وبنتهم وعمتهم وخالتهم وخاله ابني الحمد لله امبارح شاف ده بعينه. احنا حصل ان احنا لما جم ياخدونا الخيمه اتفرقنا عن بعض، لنزلنا من الرصيف اللي احنا واقفين عليه. هم لحمونا طبعا. اوكي طبعاً. فطبعا عارفه تكتل حب الناس طبعا. يعني فاللي انا اللي جنني اولا يسرى بعدت عني شويه، انا كل اللي يهمني طبعا يسرى معاها ناسها واحنا معانا ناسنا، فكل اللي همني ان ابني بس ابنها ايده اتسلتت. بس الحمد لله كان في ايد احمد الجزار ومحمد العلي وشهد وريس وكده، دورت جامد قوي عليه. فانا قعدت فتره مش شايفاه، فده اللي حصل لي بانيك، وده طبيعي الحمد لله. كان في وسط زمايلي كلهم والسواق،
وانا بقى الحمد لله شالوني حطوني في العربيه في عربيه قعدت في الخيمه وقعدت معاهم سوزوكي ميكروباص. بشكر جدا جدا السواق اللي وصلني وانا كمان بشكر سواق التاكسي اللي وصلني والله وما خدش ولا مقابل وبشكر ما خدناش العربيه خدنا تاكسي اللي كانت مسنده مسنده اختهم وبنت بلدهم طبعا. ويسرى كان عندك حاجه عايز تقوليها؟ كنت عايزه اقول ان احنا امبارح حسينا بعزوه منظر رائع عظيمه من ولاد بلدنا من شباب كبار صغيرين اطفال مش قادره احكي لك. يعني امبارح كنا عايزه ايه عايزه ايه بس يا مدام يسرى طب عايزه تنزلي دلوقتي طب ما تخافيش احنا هنطلعك. طيب انا قلت لهم انا مش خايفه بس انا عايزه ناس معايا وانا خارج. طبعا الحقيقه مش قادره احكي لك الجدعنه اللي فيك يا شعب يا مصري. بس ربنا يديمها علينا يا رب وما يحدش يعرف يفرق بيننا ان شاء الله. لا ده اهم حاجه. عندي سؤال بقى عام وكمان ممكن سامو يحضرنا. احنا النهارده بنتكلم بعد 24 ساعه من المظاهره دي وبعد 24 ساعه ما العالم كله شاف ان احنا موجودين وبنقول كلمتنا ودلوقتي بنقول كلمتنا على المستوى الفني. اهميه ان احنا نقيم مهرجان القاهره السينمائي في كل الظروف دي على كل المستويات. يعني برضو من جديد المصريين والوطن العربي كلهم بيثبتوا خطوة جديدة وإيجابية ما بيبصوش لورا بيبصوا لقدام بيثبتوا للعالم كله أنه برضو مصر الفن والرقي والإبداع هو دلوقتي اللي احنا بنمشي عليه هو الرسالة اللي احنا بنقدمها كلها. وده الدليل أنه الحشد الإعلامي الكبير الفني الكبير من الناس كلها. يعني برضه أرجع أقول تاني أنه احنا الفن والإبداع دلوقتي هو المنظر الأساسي للعالم كله. نبصش على السلبيات نبص على الايجابيات. ده اللي احنا بندور عليه دلوقتي وده اللي فعلا حاصل. ده اللي احنا شايفينه دلوقتي. اقامه المهرجان السنه دي وانت خصوصا هتغني في الحفل بتاع الختام السنه دي عايزه اعرف ايه الدوافع اللي كانت جواك انك تكون مشارك بشكل ايجابي في المهرجان السنه دي خصوصا ان السنه دي دوره استثنائيه جدا ومختلفه. طبعا مدام سهير والدكتور عزت طبعا كلموني كنت لسه راجع طبعا واخد افضل مطرب بالعربيه وافضل مطرب في الاردن مبروك. افضل الفضائيات المصريه كلها الحمد لله مبروك. انا مش سامعه كويس بس مبروك مبروك مبروك. طبعا يعني ده شرف كبير ليا الواحد انه يشارك مهرجان كبير زي ده مهرجان دولي بيمثل يعني الفن والابداع في دول العالم كلها. فطبعا هقدم حاجه مختلفه هتكون اخر هتكون بالختام اسمها الاهرامات الاربعه. نقطه تحول هتكون او بيوبريت مختلف تماما هيقدم مصر والنظره الى الوطن العربي والنظره الى العالم اكيد. وده بيرجعنا تاني ان شاء الله. اكيد وده بيرجعنا تاني طبعا. وبعد اذنك انا عايز اقول حاجه بس على اتفضل يا ريت. احنا انا قاعد مع شمعتين مصر اللي هم دايما منورين العالم كله فشرف كبير اني اكون معاه. وانا شخصيا اصلا يعني اول ما سمعت الاخبار اللي سمعتها دي ازاي نقدر نقول كلام زي ده على اكتر يعني نجمتين. بس هقول لك حاجه سامو لازم تتعود النهارده بننفي لازم كل تتعود حاجه اسمحي لي ان لازم تتعود ان اي حد شخصيه مؤثره طبعا اكيد هيرموها بالطوب. نعم اكيد هيقولوا عليها كل الموبقات اللي في الدنيا. طبعا مفيش حاجه انا مش عارف مش شايف ان في حاجه اتقالت. لا 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 هم طلعوا يعني ان احنا ما كانش مترحب بينا خالص. لا خالص انا ما قريتش ده في حته حقيقي يعني ولا شفته ولا سمعته ولا اي حاجه. انا صراحه الفيديوهات اللي شفتها ليكم غير ولا الصور اللي شايفاها شفت الصور معايا. طبعا انا مش شايف في كتير قوي ناس منجسه وبتعمل فوتوشوب وبيعملوا حاجات غريبه جدا. انا عارفه ايه اللي بيخليها تعمل كده ان احنا بنسأل عليها لما بتبقى اي حاجه زي كده مليون واحد ما قراهاش وعشرة قروها وبيسألوا صحيح. عليها في بالطريقه ده هو ده اللي بيخلي ان في بروي. لكن انا شخصيا صاحبه الشأن ما سمعتش حاجه. انتوا النهارده تمام كل اللي سمعته وموجودين ان انا وقعت ودخت والكلام ده كله استرو. انا وقعت بس انا ما دختش ولا اغمى عليا ولا ما كنتش دايما لازم في لا بس طبيعي من الزحمه وقعت. طبعا طبعا يعني عادي يعني ما فيش يعني وانت بتتزقي اكيد يعني احنا النهارده من خلال الهوا والمهرجان. انا افتكر وانا بتكرم في 2010 في اخر دوره في المهرجان القاهره وانا لابسه كنت وانا داخله كنت بقع واللي مسكني اللي يعني اللي سندني كده دكتور عزت يعني وانا داخله. بس عايزه اقول لك ان وجودنا النهارده واجب قومي لمصر بالظبط واجب وطني يا يسرى النهارده قومي ووطني وسميه زي ما انت عايزه وحطي تحتيه مليون خط. لان مهرجاننا مهرجان مهم جدا طبعا. مهرجان ليه اهميه دوليه
واحنا لازم نكون موجودين ومتواجدين، وغيرنا منتظر ان احنا ننزاح من السكه عشان ياخدوا المهرجان. منتظر بشغف ومنتظر يعني مستني. وانا بحيي الضيوف اللي جم في الظروف اللي احنا فيها طبعا. بشكرهم جدا جدا، بشكر كل إدارة المهرجان، بشكر كل الناس اللي قاموا بهذا المجهود في أقصر وقت ممكن صحيح. وإنه يطلع يلمس قلبك بالطريقة اللي لمس بيها قلوبنا النهاردة. كان ممكن لأني أنا النهاردة بجد بكيت بكى، في نشوة، في حزن، في حب. بحبك يا مصر، كله كان بيقول بحبك يا مصر. فرح وشجن ونصر طبعا. وأحاسيس كتيرة جداً. تفضلي يا استاذه ليلى. بصي انا يعني بجد الفنان المصري هيفضل طول عمره مبدع ومعبر وصاحب كلمه الشارع الحقيقيه. المونتاج اللي كان النهارده في، بحيي جدا المونتير وبحيي الفكره وبحيي اختيار الكلمات اللي قالت معاني كتيره جدا جدا ميدان التحرير وولاد شعب مصر بيقولوها من تاريخ السينما المصرية العظيمة اللي أنا حبيت كل حاجة حلوة في الحياة من ديني ومن أمي ومن السينما. اتعلمتني يعني إيه حرية ويعني إيه كرامة ويعني إيه شرف، وعلمتني وديتني انتماء للبلد دوت وعملي في ده. يعني كلنا النهاردة كنا متأثرين جدا، كلنا كنا تعبانين، وعايزة أقولك مش يعني كلمة، كلنا كنا بنكلم بعض في التليفون قبل ما نيجي نروح، ولا نروح علشان كذا. عارفة الأم لما تبقى مريضة ومكسورة وتقوم تعمل الأكل لابنها وبيتها وجوزها وأهلها عشان يأكلوا؟ إحنا مجيتنا النهاردة للمهرجان ده علشان المهرجان ده لازم يعيش ولازم يبقى، وكل الدول القادرة القادرة جدا على أنها تاخده ان شاء الله مش هتاخده، عشان احنا تعبنا جدا جدا عشان ناخد المهرجان ده 35 سنة. وحنتعب عشان نحافظ عليه. ميرسي لوزاره الثقافه، ميرسي لفنانين مصر اللي متواجدين النهارده، ميرسي لاولاد بلدي اللي موجودين في ميدان التحرير، ميرسي ليكو. يدي الصحه للدكتور عزت ابو يا رب. بجد بجد ادي الراجل، ادي الراجل المصري الفنان موقف. الدكتور عزت ابو عوف، مدام سهير عبد القادر، وكل الكرو الشباب والناس اللي عندهم خبره، والاعلاميين والصحفيين والفنانين والمساندين، حقيقي دول كل دول بيعملوا كده عشان بيحبوا بلدهم. لو ممكن ينضم لنا دلوقتي المخرج خالد يوسف. اتفضل يا خالد معانا في القعده الرائعه دي. يعني مش قادره بصراحه ان انا افصل قوات. ما كنتش قادرة أفصل قوات بصراحة وأعمل حوار منفصل أكيد. وكنت شايفاه، فكنت حابة أنك تكون موجود معانا النهاردة وبنتكلم عن أكيد المايك بتاع سام. خالد يوسف كان يهمني ابقى موجود، وليلى ويسرى. امبارح يا استاذ خالد كلامك في التحرير، انا كنت موجود، كلامك في التحرير كان كلام مش هقول غير ان هو كان فعلا مؤثر جدا. ربنا يخليك. احساسك ايه ان انت امبارح كنت في التحرير والنهارده في الريد كاربت في مهرجان القاهره السينمائي في ظروف دي؟ انا والله لما جيت هنا حسيت ان الثوره مستمره بجد، حتى جوه المهرجان انا عيطت يا خالد النهارده والله. لان احنا بص اقول لك حاجه، يعني وده مش تنظيري اللي انا هقوله، الفن طول عمره بيحارب الافكار الظلاميه، بينتصر للنور وللتنوير وللتقدم وللتحضر، ودايما بيحارب الافكار المتخلفه والرجعيه. هي الثوره ايه غير كده؟ فالثورة بتصب في نفس الخانة اللي الفنون اتعملت عشانها، وبالتالي أنا شايف أنا حاجة عظيمة إن احنا نعمل مهرجان القاهرة السينمائي في قلب شارع مشتعل بثورة من أجل قهر الاستبداد ومن أجل أخذ الشعب ده لحريته. من وسط الأحداث هنا في الأوبرا المصرية وحفل افتتاح مهرجان القاهرة، وروح حلوة قوي. يمكن قابلت فنانين كتير جدا قالوا احنا جايين من ميدان التحرير عشان نبقى موجودين في المهرجان، وبعد المهرجان هنرجع تاني. بالزبط. يعني يمكن المهرجان دايما كنا بنشوف بهرجة في الأزياء وفي الملابس وشو جامد جدا. انت ملاحظة ان احنا كلنا لابسين اسود طبعا علشان الشهداء، غير ما نتفق كلنا لابسين اسود علشان احساسنا بالحزن بالفرحه في معاني كتير جدا جوانا. يعني بجد بحبك يا مصر. انتوا النهارده بجد يعني انتوا اديتوا دافع واديتوا بوش جامده جدا، روح حلوه قوي قوي قوي. وعايز اعرف النهارده هل المهرجان في خطر؟
لا خالص. لا انا اعتقد سوري يا استاذ خالد، لا ولا همك، بعد الافتتاح اللي ده مش في خطر، ده كسر الدنيا، ده ستار طارت في السينما كده، في السما كده بجد والله. انا بشوف ان لا مصر في خطر ولا المهرجان في خطر ولا الفن في خطر، ومصر دي عصيه على اي حد، كبيره قوي كبيره قوي، ما حدش. لا طب خالد يعني انا نفسي اسالك سؤال، الاستاذ لو كان عايش كان ما زمانه في ميدان التحرير دلوقتي بيتخانق وبيدبدب في الارض وبيعيط استاذ يوسف شاهين، وكان هيجي المهرجان. ما احنا تلامذته كان هيجي المهرجان وهيرجع على طبعا الحياه اكيد. هو اللي قال علي صوتك بالغنى، ودي يعني ما فيش حاجه بنفتكرها غير الاغنيه دي وحدوته مصريه وكل الاغاني اللي بتحركنا لحد دلوقتي. كان عنده نظره للي بيحصل طبعا مستقبليه طبعاً كتير يعني، هو على طول معانا طول عمره أكيد. طول عمره مش يعني في افلامه من الستينات كانت عنده دايما رؤيه شرقيه للمستقبل. خالد يوسف النهارده والمهرجان ده واستمراريته ووجوده، طبعا انت عارف انه كان لو ما كانش اقام السنه دي كان ممكن يتسحب مننا. النهارده وجوده والنجوم كلهم، وان ما فيش ولا حد من الاجانب او الافارقه اللي كانوا موجودين والوفود كلها، ما حدش خالص اعتذر، كله جه. والله ما انا بقول لك مصر كبيره قوي، احنا مستقلين بيها، احنا اولادها مستقلين بيها، العالم بينظر لمصر بانبهار. عمرك ما تروحي بلد في العالم وتقول لهم انا مصريه او انا مصري الا ما يقول لك انا بحب مصر. انا بقالي 15 سنه مستحيل اسيب مصر. انت بقيت مصري خلاص يا سامو. خلاص بقيت تبعي. بقالي 15 سنه في البلد مش قادر اتحرك. انا بحس انت ايه، انت بحس انه مصري. انا اصلا دوري، بحس انه انا دوري بقى دلوقتي يعني دور المصريين في كل حاجه بيعملوها، انا بحس انه دوري بقى واحد معاهم. دور الفنان النهارده، دور الفنان النهارده، كل فنان بيقول كلمته من مكانه، ولكن فنانين النهارده كلهم نزلوا الميدان ونزلوا ووقفوا، كانوا كلهم كلمه واحده وايد واحده. انت لو تشوفي احتفال الناس اللي الناس فهموه غلط بليلى ويسرى كنت هتبقي مذهوله. يعني ناس كلموني ده يسرى وليلى، معرفش الناس بتتدافع حوالينا. تحيا مصر. يعني الناس كانت عايزه تشيلهم فوق دماغهم، بس اللي دايما احنا عندنا لازم بيبقى فيه اخبار صحفيه اكيد، بس في اغتيال شخصي معنوي. بالظبط. لكن الناس كانت فرحانه بوجودهم جدا جدا، وتمحورت حواليهم. الناس بتحب الفنانين لانهم بيحبوا الحياه، الفن هو الحياه زي ما قال استاذنا عزت ابو عوف. فنزولهم الميدان انا رايي ادى وهج، مش فكره النجوميه وبس، لا روحهم اللي فيها من جوه فن عملت وهج في الميدان، واعتقد انها هتدي دفع الميدان ده انه يستمر باذن الله الايام اللي جايه ان شاء الله. برافو عليك يا خالد. انت عارف ان انا بعتقد ان انا نزولي في الميدان او ان انا اقول كلمه او اقول راي، اسمح لي معرفش احساسي انا، ان بيبقى في ناس كتيره قوي قوي ممكن رايها زيي وصوتها زيي، بس يمكن عندها خوف. لما بتلاقيني انا بقول ولما تلاقيني انا بافصح برايي، بيبقى هي بتحس انها ارتاحت، بتتشجع انها اتنفست. برافو عليك، بتطمنيهم بتطمنهم قوي. وفي ناس تانية بتقدر انها تعمل كده، فاحنا بنمثل حقيقي كل فنان منا مع اختلاف ارائنا كلها، لكن هدفنا واحد، حبنا لبلدنا وان ايدينا كلنا في ايدين بعض لمصر. فانا انا انا بصي انا انا بقول الحمد لله ان ربنا اداني العمر ان انا اعيش الفتره الصعبه والقاسيه والهايله والناجحه اللي فيها مشاعر كتيره قوي، خلتني بعد مشوار حياتي ده بني ادم عندي ثقه الاكتر بكتير جدا، وايمان بكل اللي انا عملته في حياتي وبكل اللي حواليا، اللي احنا ايدينا في ايدين بعض اكتر بكتير. بجد انا عايزه اقول حاجه، احنا اتفقنا نلبس اسود كلنا والله، من كلنا غير والله تليفونات كلنا. كل تفكيرنا كده كلنا، مش بس اسمحي لي، مش بس شهداء الثوره، انا ما نسيتش بكل الاحداث دي شهداء اسيوط طبعا وشهداء اسيوط انا ما نسيتهمش، كل حاجه حصلت في دماغي وعايشه بيها وبفكر فيها، وان شاء الله كل حاجه ترجع لمصر زي ما ثوره مصر اللي هي ثوره 25 يناير الحقيقيه كانت عايزه. وسينا وارض سينا طبعا وظبطنا. ثوره مستمره، ثوره مستمره. لا انتوا حاسكوا كده، بنقول الكلام ده من سنتين. بتطمنا يا خالد النهارده، احنا عايزين ناخد منك انت الكلام. انا والله انا شديد الاطمئنان ان الشعب ده هينتصر، الشعب ده خرج دفع ضريبة الدم عشان يحقق الحرية لنفسه،
ولا يمكن ربنا هيبخل عليه بالنصر متى هو قدم كل اللي عنده. شعب خرج في خروج ما حصلش في تاريخ الثورات، ما حدث في الثورة المصرية، ودي مش شفونية مننا، ده العالم كله، العالم كله اتكلم على النموذج العظيم السلمي لهذه الثورة. فالثورة دي هتنتصر في الآخر، هتحقق أهدافها في الآخر، سيسود العدل وستسود معاني اللي خرج من أجلها الشعب المصري في الحرية وفي العيش وفي الكرامة الإنسانية وفي العدالة الاجتماعية إن شاء الله. احنا عايزين نرجع تاني بقى نتكلم في أهم حاجة، المهرجان. كنا بنقول في المقدمة أنا وإنجي، المهرجان مش فاير ووركس، المهرجان مش لبس وريد كاربت، المهرجان مش حاجة مش ضرورية، المهرجان هو ملتقى سينمائي ثقافي حقيقي مهم جدا في صناعة سينما في أي بلد في العالم. هل كان لازم يحصل المجتمع اللي انت عايش فيه بتترجم كل لحظة في حياتك؟ ليه الناس كلها قاعده بتصور؟ دي لحظه ما بترجعش، دي بقت ماضي بعد ما دقت الكاميرا خلاص. فانت عندك لحظات بتؤرخ في تاريخ العالم باللحظات دي، بتغير مجرى شعوب، بتغير حياه، بتغير عالم من عالم. فالسينما دي من اهم الحاجات في حياتنا يعني. وليه دلوقتي واحنا يعني ناقصين ومش لازم البهارات؟ هقول لك حاجه، نرجع نقول تاني. سمعتوا الكلام ده؟ سمعت والقاطع. ميرسي يا مدام سهير، مبروك يا مدام سهير، جزاك الله كل خير، ومبروك لمصر احنا نقدر نحافظ على مهرجان القاهره الدولي عشان المهرجان ده يقوم ويتعمل، ومهرجان مصري ووطني مهم، مهرجان استثنائي. كان صعب، دموعكم في عينيكم. انا نزلت دموعكم في عينيكم. الثمانين يوم نزلت عشان دول، ربي عشان الجمال دول. يا ربي ربنا يخليكي مدام. لا بس انت من غيرك يا مدام دول حبايب وعشرة، وبعدين انا بحترمهم. فانا بدافع معاهم، بنحترمك وبنحبك وبنقدرك جدا اكتر من كده. فكان ده تحدي، وكان اوحش يوم يوم ما اجلنا المهرجان قبلها بيوم، بس كان لازم نعمل، كان لازم طبعا. لان انا نزلت الميدان فعلا حسيت ان ما كانش بس ضيوف الاجانب نزلوا الميدان، نزلوا وجابوا العلم وكل اوكي. بس حلو، أيوة حلو طبعًا. ان احنا شاركنا وهم شاركوا طبعا. حتى ديوف انما ان ازاي الضيوف الاجانب كلهم كانوا معانا امبارح في التحرير او في التحرير طبعا. ومسكنا علم مصر. انا عايزه اوريكم أيوة مجموعه لهم تجربه يعني مجموعه جميله جدا. هم كلهم جم وشاركوا طبعا، لان هم بيسمعوا. انا عايزه اشوف مجموعه جميله هنا.